وللحديث عن الملف السوري في الذكرى العاشرة للثورة معنا من الريحانية الخبير العسكري السوري السيد أديب العليوي، مرحبا بك معنا. أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. 10 سنوات مرت أو مضت على انطلاق الثورة السورية، والنظام ما زال على رأس السلطة في سوريا، والمعارضة محاصرة في إدلب، ونحن نعرف الأوضاع بصفة عامة كيف تبدو. من يتحمل المسؤولية برأيك؟ مساء الخير، تحية لكم تحية المشاهدين. يعني حقيقة هي يعني 10 سنوات عجاف مرت من عمر الثورة، يعني هرم فيها حتى الحجر بالنسبة للسوريين، ويعني كل بيت أصبح هناك مأساة، إن كان يعني هناك شهيد أو جريح أو مفقود أو ملاحق، وهناك عدد من كبير من السوريين الملايين أصبحوا يعيشون في الخيام، والملايين الأخرى أصبحت خارج البلاد، يعني للأسف الشديد أصبحوا مهجرين. وبالتالي المشهد الحقيقة رقم واحد يتحمله المجتمع الدولي، لأن هتلر العصر بشار الأسد المجرم ونيرون العصر لا يزال يقبع يعني على رأس السلطة. هذا يعني للأسف الشديد هو في عهدة المجتمع الدولي. لو تركت سوريا ولم يتدخل بها لا روسيا ولا إيران ولا حتى أصدقاء الشعب السوري كما يدعون، لكان هناك كلاما آخر، بمعنى أن الثورة كانت قاب قوسين أو أدنى من إسقاط بشار الأسد، حتى بالمظاهرات السلمية المليونية التي كانت في السنة الأولى للثورة كما باعتراف النظام نفسه. يعني بالثورة السلمية كان الشعب قادر أن يسقط بشار الأسد، ولكن للأسف الشديد استطاعت يعني إيران وروسيا بدعمها للنظام وخبث النظام بعسكرة الثورة وإجبار المدنيين وعلى على على حمل السلاح بعدما واجهوا بصدورهم الدبابات والرصاص المنسكب من قبل النظام المجرم، فأصبح هناك عسكر للثورة. يعني كنا لا نتمنى، وبالتالي أصبح هناك دعم دولي صحيح. والمشكلة أيضا بأن يعني المجرمون أمثال بشار الأسد هم الذين أتوا بالغزاة. والمشكلة أيضا أنه على الرغم من الكم الهائل من الضحايا والخسائر، وتوقع الكثيرون موقفا أكثر صرامة من المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي كالعادة خذل سوريا وخذل القيم الإنسانية أصلا. يعني يا سيدي المجتمع الدولي الحقيقة يعني موقفه مؤسف ومؤسف للغاية، يبدأ من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء بالدول التي تدعي الحرية وتدعي حقوق الإنسان. يعني نحن نلاحظ بأن المجتمع الدولي صامت على ما حصل من مجازر، صامت حتى على الكيماوي الذي استخدم. يعني تصور أن أغلب الأسلحة التي استخدمت على الأرض السورية كانت أسلحة محرمة دوليا. المؤسف أن دولة مثل روسيا التي تدعم النظام تقول بأنها جربت على أطفال الشعب السوري أكثر من 300 نوع من السلاح الجديد. يعني تصور بكل يعني وقاحة، بكل يعني قبح، بكل سفالة الحقيقة، أن المسؤولين الروس يقولون جربنا أكثر من 300 نوع من الأسلحة على أطفال الشعب السوري وعلى ضحايا. وبالتالي أنا أقول المجتمع الدولي في أزمة أخلاقية. لا لم تبدأ الحقيقة بالأزمة السورية، هي بدأت قبلها بالأزمة العراقية عندما كان هناك اجتياح للعراق وتدمير للبنى التحتية. للأسف نحن نرى أن الدول العريقة أمثال سوريا والعراق وغيرها من الدول، حضارات آلاف السنين تدمر بأيدي خبيثة. مؤسف جدا ما فعله الحقيقة النظام المجرم على رأسه بشار الأسد. لم يستطع سيد أديب ماذا 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 عن العقوبات؟ نحن سمعنا من قبل عن عقوبات أمريكية، والآن نسمع عن عقوبات بريطانية على سبيل المثال بحق يعني بعض المساعدين والوزراء في حكومة الأسد. هل تعتقد أن هذه العقوبات يمكن أن تساهم في ردع النظام وإضعافه؟ يا سيدي الكريم، هذه العقوبات لن تغني ولن تسمن من جوع. يعني ما فعله بشار الأسد يفوق الخيال. ونقول الآن عقوبات، وما هي العقوبات؟ العقوبات على أشخاص ماذا تقدم أو تؤخر في الملف السوري؟ الموضوع أكبر من موضوع العقوبات. يعني لاحظنا قيصر الذي تغنت به الولايات المتحدة الأمريكية، ولن أقلل من قيمة يعني ما حصل
جراء قيصر، لكن مع ذلك هو أقل من الطموح وأقل من المطلوب. يفترض دولة يعني نظام قام بقصف شعبه بالكيماوي واقتصروا فقط على أخذ أداة الجريمة، وليتهم استطاعوا أن يأخذوها، بمعنى ادعوا بأنهم يعني أخذوا سلاح الكيماوي وأخذوا كل ما هنالك من أجهزة ومن مواد أولية، لكن في الحقيقة هم لم يأخذوا أكثر من 20% من ذخيرة الكيماوي الموجودة لدى النظام السوري. وبالتالي أنا أقول مجتمع الدولي في أزمة أخلاقية ليست جديدة. شكرا لك الخبير العسكري السوري أديب العليوي، كنت معنا من الريحانية.